والله أنا بديت تمثيل مع الوالد الله يرحمه محمد الجناحي، وكان يعني ياخذني معاه الاستديوهات ومواقع التصوير وكذي. فبديت معاه وأنا عمري يمكن 7 سنوات أول دور خدته مثلت فيه. حبيت الفكرة، حبيت التمثيل وكل شيء، لكن يعني مع السنوات بديت أشوف أفلام أكثر، بديت أحب اكتشاف كيف الأشياء تتصور وكيف يسوونها. وعلى عمر 14 أدركت، أيقنت وقررت أن خلاص يعني هذا هو المجال اللي أنا حابه، وهذا هو المجال اللي أنا راح أمتهنه في حياتي. فالوالد كان معارض وكان حاببني أدخل مثلا أي شيء في راتب. يعني هو يمكن في هذه اللحظة صح كان عنده فكرة خايف على مصلحتي ومستقبلي وهالأشياء، لكن أيضا ما كان مستوعب أن أنا أوردي ماخذ قراري وهذا هو اللي بسويه. يعني أنا وصلت معه في النقاشنا قلت له ترى إذا ما درست سينما أنا بقعد لك في البيت، وصار هذا العناد يمكن حوالي كم من شهر، يمكن 10 شهور. لكن يعني صار أنه بعدين راح كلم سمو الشيخ عبد الله بن زايد، كان في هذاك الوقت وزير الإعلام، وهو اللي طلع لي بعثة لدراسة السينما في أمريكا. السلام عليكم. يعني أنا دائما يهمني الهم الإنساني، المعاناة الإنسانية للشخص، يعني الشخصية اللي قاعد أتكلم عنها، وهذا يعني أنا دائما أركز عليه في أفلامي والشخصيات اللي أتناولها في أفلامي. أنا أعتقد هذا هو أكثر شيء يشدني في أي سيناريو أقران، فعلا الشخصية هاي قاعدة تمر بحالة فريدة تستاهل أن الواحد يحكيها ولا لا، بغض النظر شو هو نوع الفيلم أو شو هو يعني شو هي نوع القصة اللي قاعدة تنحكى. أنا ما أعتقد عندنا صناعة إلى اليوم، هي عندنا حركة سينمائية لكن الصناعة لسه شوية. فعشان هذا يرتقي إلى الأساس اللي احنا نحتاجه ونقول بعد شوي نحن فعلا عندنا صناعة، نحتاج القطاع الخاص يدخل. بالجانب الآخر اللي هو الجانب الفكري، يعني لازم يكون في وعي أكبر بماهية السينما، بماهية اللغة السينمائية، بماهية الفكر وراء حكي الحكايات السينمائية. لأن ساعات تحصل فيه شباب يدخلون بالحماس فقط، وهو الحماس جدا مطلوب وجدا مهم، لكن مهم ما بين سطور، مهم ما وراء ذلك. علشان تطلع أفلام جيدة غير مخلخلة فيها لغة سينمائية واضحة وقصة عميقة تلمس أرواح الجمهور.